مرحبا، معكم رضا حازم من كامبوس اكاديمي بفيديو جديد. وفي هذا الفيديو سنتعرف على المنتجات السعودية التي تباع على موقع ايباي. هيا بنا ننتقل لموقع ايباي ونتعرف عليها. أنا الآن موجود في إحدى المتاجر لإحدى التجار السعوديين الموجودين على موقع إيباي. انتبهوا، هذا اسم المستخدم له. لديه 203 صفحات مبيعات في موقع إيباي. انتبهوا للمنتجات التي يبيعها، انتبهوا أنها from سعودي أرابيا، من السعودية. لديه 138 فيدباك، هذا عدد لا بأس به. انتبهوا، يبيع منتجات أنتيك، منتجات قديمة مستعملة، أنتيك هنا أيضا قديم، منتجات قديمة يبيعها على موقع إيباي. فهذا واحد من هذه التجار، هذا مختص أكثر في بيع منتجات قديمة. تبعوا إسلاميك أرابيك أنتيك بوك حنفي. فيوجد الكثير من المنتجات القديمة التي يبيعها هذا التاجر، وهو كما ذكرت مختص في بيع منتجات قديمة. عبنا ننتقل لتاجر آخر، سأنتقل لتاجر آخر. انتبهوا، هذا هو اسم المستخدم للتاجر الثاني. انتبهوا، لديه عدد فيدباكس كبير جدا، 1933، 246 صفحة مبيعات. وكما نرى أيضا يبيع أشياء قديمة، انتبهوا، عملات قديمة، أشياء قديمة. فهذا أيضا تاجر مختص في بيع منتجات قديمة. تبهو Kingdom of Egypt Very Rare Passport، تبهو باسبورت من سنة 1930، هنا باسبورت للجمهورية السورية، أيضا منتج قديم جدا. فهو أكثر مختص في بيع منتجات قديمة وأكثر عملات قديمة. نرى هنا جميع المنتجات التي يبيعها، انتبهوا أنها جميعها تشحن من السعودية. ننتقل لتاجر آخر، هذا التاجر لورانس 89، 31 فيدباكس. ممكن أنه تاجر مبتدئ. انتبهوا، لديه فقط 48 صفحة مبيعات، وأيضا منتجات قديمة. يوجد الكثير من المنتجات القديمة التي تشحن من السعودية، انتبهوا، سعودي أرابيا. فيوجد الكثير منها تباع على موقع إيباي. تبهوا أنه يبيع هنا أيضا هذا البلاتين كراون، هذا نوع من التاج. فيوجد الكثير من هذه المنتجات التي تباع على موقع إيباي. أي بنا ننتقل لتاجر آخر. تبهوا، تاجر لديه 201 فيدباكس، 231 صفحة مبيعات، وهنا يبيع منتجات تقليدية سعودية ممكن أنها تصنع في السعودية. هنا ميستيكا بخور، هنا بخور عود العود. انتبهوا أنه يمكنكم كتابة في عنوانكم باللغة العربية، مصطلحات باللغة العربية يمكنكم كتابتها في العنوان هنا. وكما نرى هنا يدخل العنوان ويكتبه في الإنجليزية وأيضا بالعربية. أيضا إذا دخلنا لإحدى صفحات المبيعات، سأدخل لهي صفحة المبيعات هذه. أيضا يمكنكم النزول إلى تحت ورؤية إذا كتب العنوان في العربية هنا في الوصف، ولكن لم يكتب هنا الوصف بالعربية، ممكن أشخاص آخرين سيكتبوا. انتبهوا للوصف، هذا وصف قليل جدا، فيجب عليكم كتابة أكثر وصف لكي يكون أكثر مفصل بخصوص هذا المنتج. ولكن بالرغم الكتابة القليلة الموجودة هنا، نجح ببيع هذا المنتج 74 مرة، فهذا جيد جدا، هذا يدل أن هذا المنتج مطلوب جدا. سأرجع لهذا التاجر، ويمكنكم رؤية أنه يبيع منتجات تقليدية من السعودية مثل البخور، هنا معمول الدوسري، هنا هذا نوع من الصابون. كما ذكرت يبيع منتجات تقليدية من السعودية، هذا أيضا بخور، هنا مسك لعبد الصمد الكرشي، هنا عود، هنا السواك، منتجات تقليدية يمكنكم إيجادها في السعودية. انتبهوا أن جميع المنتجات تشحن من السعودية. لننتقل لتاجر آخر،
انتبهوا هذا التاجر ممكن انه جديد على موقع ايباي، لديه 22 صفحة مبيعات وايضا يبيع منتجات تقليدية وايضا يشحنها من السعودية. انتبهوا العسل الملكي، هنا باور اوثنتيك رويال في اي بي هاني، هنا ايضا عسل، هنا القهوة، وهنا عسل. منتجات ممكن انه تاجر مبتدئ، تاجر جديد، ويبدأ باعلان منتجاته على موقع ايباي. ننتقل لتاجر اخر، التاجر الاخير هذا عادل، اسم عادل، 486 فيدباكس لديه، 102 صفحة مبيعات، وانتبهوا يبيع منتجات تقليدية سعودية مثل التمر، القهوة، هنا انواع التمر المختلفة الموجودة في السعودية، هنا قهوة، انتبهوا عدة انواع قهوة، هنا البخور، هنا الفنجان، المسك، ويبيع كما ذكرت منتجات تقليدية سعودية. كما رأينا يوجد عدة منتجات سعودية تقليدية تباع على موقع ايباي، وانا متأكد بعد مشاهدة هذا الفيديو اخذتم افكار عن المنتجات التي يمكنكم بيعها على الموقع. لا تنسوا ان تضغطوا لايك للفيديو وان تشتركوا بالقناة لمشاهدة اخر اخبار التجارة الالكترونية. سأراكم في فيديو جديد.